بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور الأعزاء ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. للتحدي دوران متعاكسان متقابلان في حياة الأمم والأفراد، فقد يؤدي التحدي في حياة الإنسان والأمة إلى اليقظة والمقاومة والممانعة، وهي حالة قائمة في التأريخ، لأن التحدي يتضمن الإثارة دائما، والإثارة تفجر كوامن الإنسان وكوامن القوة واليقظة والمقاومة والمنعة في حياة الأمم. والتحدي يلجئ الإنسان والأمم إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يلجأ الإنسان إلى الله تعالى كما يلجأ إليه في حالة الابتلاء، وإنما يبتليهم الله سبحانه وتعالى من أجل أن يتضرعوا إليه. يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، لماذا؟ لعلهم يتضرعون. وهذا هو الدور الإيجابي للتحدي، يثير كوامن قدرات الأمم والأفراد، ويلجئ الأمم والأفراد إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الدور السلبي للتحدي فهو أن يستسلم الإنسان وتستسلم الأمة والمجتمع أمام التحدي بدل المقاومة، وأن يخدر التحدي الأمة بدل اليقظة والوعي. وهذا الدور وذاك من أدوار التحدي، والتحدي يمكن أن يؤدي إلى الدور الأول الإيجابي، ويمكن أن يؤدي إلى الدور السلبي من هذا النوع، والتحدي يمكن أن يؤدي لكل منهما. وعليه فلا بد من توجيه الناس في ظروف التحدي ليكون رد الفعل هو المقاومة واليقظة والمنعة وليس الاستسلام والخدر. وعليه فإن الضغوطات التي تأتينا من قبل النظام المتغطرس من بطش وإرهاب وتعذيب واعتقال وانتهاك للحرمات، ومن تشريد هنا أو هناك، لا بد من مقاومتها بالتحدي والعناد واليقظة والوعي. وقد تؤدي هذه الضغوطات إلى الانهزام والاستسلام، وقد تؤدي إلى التأقلم مع الواقع المر، وقد يقوم البعض بتبرير هذا الانهزام بتبريرات عدة، وهذا يمثل الدور السلبي للتحديات في دور في الحياة الأمة والأفراد. ويمكن أن يؤدي هذه التحديات أن تؤدي هذه التحديات إلى دور معاكس، وهو دور المقاومة وإيجاد حالة من العزم
وإرادة جمعية للأمة كلها للصمود والمقاومة في اتجاه هذه التحديات، وتوجد التخطيط للتحرر من كل هذه الضغوطات والإملاءات التي يقوم بها النظام، ومقاومة هذه التهديدات بكل جرأة ومقاومة وشجاعة، حتى لو كلفتنا هذه التحديات التضحية والألم والمعاناة، فإن بالمقاومة يمكن أن نتجاوز هذه التحديات والآلام. كل ذلك ممكن أن يحدث، الاستسلام يمكن أن يحدث، والخدر يمكن أن يحدث، وأيضا المقاومة والعزم وإيجاد حالة من الإرادة الجمعية لمقاومة هذا التحدي. على العلماء والمفكرين والقادة والرموز السياسية أن يوعوا الأمة والمجتمع بضرورة المقاومة والتحدي والصبر والمنعة وآثاره الإيجابية في المجتمع، وأن يحذروا من حالة الاستسلام والانهزام والخدر والضعف والتأقلم مع الواقع الخاطئ والفاسد في المجتمعات. شهيدنا الغالي شهيد الصلاة الشهيد علي عباس استشهد في مشروع مقاومة وتحدي. السلطة الظالمة المتعنترة أرادت أن تمنع الصلاة مع سماحة آية الله الشيخ عيسى حفظه الله، ولكن المجتمع والأمة أبرز تحديا لإرادة السلطة وقام بالتوجه إلى الصلاة، وهناك استشهد شهيدنا الغالي. هذا الدور الذي قام به الشهيد حيث قدم روحه الغالية رخيصة من أجل تثبيت روح المقاومة ورفض الخنوع لإملاءات السلطة. شهيدنا الغالي لم يتجاوز 17 من عمره، وكان دائم الذكر للشهادة، وحين توفق لزيارة الإمام الحسين عليه السلام كتب قصاصة ورماها في ضريح الإمام الحسين عليه السلام، وحين سأله والده عما كتب في هذه القصاصة قال: أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الشهادة في سبيله. إن هذه الثقافة وهذا الوعي الذي تجذر في عقولي وفي أرواح شبابنا وأطفالنا، هذا الوعي هو روح المقاومة ووعي المقاومة والتحدي. أصبح شبابنا لا يهابون الشهادة بل يعشقون الشهادة، أطفالنا لا يهابون الموت بل يتسابقون إلى الشهادة. هذه هي ثقافة المقاومة، هذه هي تربية المقاومة والممانعة. اليوم نحن نعيش أمام تحد آخر، وهو تحد مصيري وخطير جدا. نحن أمام تزييف كبير للواقع الذي نعيشه بانتخابات وهمية مزيفة. كيف يمكن لنا أن نقاوم هذا التزييف وأن نبين زيفه وبطلانه؟ إن طرح موضوع الاستفتاء الشعبي هو مشروع مقاومة للتزييف والتحريف، وهو وضع السلطة وكل القوى الداعمة لها من أمريكا والسعودية وبريطانيا وكل الدول الأوروبية التي تدعم النظام أمام المحك. نضعهم أمام المحك الذين يدعون أنهم دعاة للديمقراطية ودعاة للحرية في البلدان. نحن نضعهم بهذا المشروع أمام المحك وأمام التحدي. وأخيرا أقول إن اعتقال عوائل الشهداء وبعض الحرائر هو لكسر روح المقاومة في نفوس هؤلاء الأحرار، ولإرعاب الناس من المشاركة في أي مشروع يواجه مشروعهم التخريبي والتزييفي. وهذا يمثل تحديا جديدا لنا
علينا أن نفكر كيف يمكننا أن نقاومه ونخطط لإفشال هذا التحدي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا وأن يفك أسرانا، ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة لروح شهيدنا الغالي ولبقية شهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله.